كل فكرة الريكورد شغال ما بعرف شو. لا مش مشكلة ما راح اشتغل. اوكي الاسطح او الفيسكوزيتي المحاذية او الطبقات المحاذية للاسطح الصلبة شو بتعمل؟ شو فيها؟ او عفوا اللايرز المحاذية للاسطح الصلبة هي بتسميها فيسكوس باوندري لايرز اللي هو اللزوج بتلعب دور كبير فيها. تمام؟ هاي هي الفكر او الفرق ما بين الفيسكوس لايرز و ايش اسمه؟ انفيزيد لايرز. طيب في مصطلح اخذناه احنا وياكم من قبل اسمه ستيدي فلو، واخذنا ايش يعني ستيدي فلو تفصيلا. ستيدي امبلايز نو تشينج ات ا بوينت وذ ذا تايم، هذا ستيدي ثابت تمام ما بيتغير مع الزمن. انت قاعد في نقطه معينه شايف هالفلو ماشي امامك في نهر معين مثلا، الفلو نفس ما هو ماشي بطريقه معينه لا يتغير، ما يعني في فلو بس ما بيتغير الباترن تاعه. كيف احنا الباترن تاعه؟ مثلا انت بتراقب نهر جاري تمام، ما بتزيد السرعه ما بتقل السرعه ولا شيء، يعني كانه ايش فلو عادي. فهذا شو بنسميه؟ ستيدي فلو. ترانزيانت تيرمز اوف ذيس ايكويشنز ار زيرو، ترانزيانت تيرم اللي هو دي على دي تي بتساوي صفر. اوكي؟ ان ستيدي از اوبوزيت اوف ستيدي. الستيدي عدم الثباتيه في الفلو. Transient usually describe starting or developing flow. Then transient شو بيعمل؟ usually describes a starting or developing flow. Periodic refers to flow which oscillates about mean. هاي بنحكي لكم اياها كمان شوي بالرسمة. Unsteady flow may appear steady if time average. طيب كنت احكي لكم اياها بالضبط الفرق ما بين steady والunsteady نقطة معينة. الانستيدي هو متغير مع الزمن بشكل ترانزيانت بشكل انتقال كبير تمام، فالتيرم بتاع الترانزيانت التيرم بتاع الانستيدنس تاعته مش صفر، فبالتالي انا ما بقدر احكي انه كله نفس الفلو او كله انستيدي فلو. الان بدي انا احط نقطه هون معينه مثلا بدي احط فيها السنسور، وطبعا بتكون بالعاده هي ليزر سنسورز بتقيس السرعة تاعت الفلو، شو بتصير؟ خلينا نقيس السرعة، هاي مع التايم، هاي مع الفلو. الآن الانستيدي بتلاقيه بالشكل التالي، مرة بقيس هنا. وتلاقي القياسات تتمحور حول افرج معين. تمام؟ اوكي؟ هاي اكثر شيء طبعا في المصانع في مراقبه، طبعا جزء مش مصانعنا هون، مراقبه الكواليتي تاعت الفلو بالاخص عندك انت في جريان، حتى في جريان التزويد، تزويد مثلا بدك تزود منطقه معينه باكسجين، بدك تزود منطقه معينه بماده معينه، بدك تراقب دائما السرعه مشان يكون عندك ريجوليتر مهم. فبالتالي هون بتلاقيها بتعمل فلكتويشن. هاي الفلكتويشن تمام؟ إذا كان ستيدي ما في فلكتويشن. تمام؟ إذا كان ستيدي ما في فلكتويشن، قريب جدا، ربما يكون فلكتويشن قليلة جدا. الانستيدي بتلاقي الفلكتويشن تاعته هيك تقريبا. يعني عامل فلكتويشن حول مين؟ حول باترن معين اللي اسمه بيريدوسيتي. فهذا اللي بيصير بالفلو بالعادي. تمام؟ ابلكيشن كثير من ضمنها الفاير، من ضمنها الفليم تاع الغاز، الفليم تاع القداحه نفسها، ليش بتشوفه بيهتز؟ مع انه جزء الشيء هواء، شو المشكله؟ والتيربلنس، التفاعل ما بين الطبقه الساخنه والطبقه البارده من الهواء، فبالتالي بنتج عندي شيء بنسميه، مع انه شعله القداحه ما زالت لامينر تمام، ولكن في الا يضلوا في شويه فلكتويشن. هاي الفلكتويشن هي لما نعمل لها تايم افريج. كيف تايم افريج؟ مثلا بقول لك بتعرفوا ايش يعني، نجيب لكم مثال هيك بسيط جدا. بسرعات معينه كل مره بتقيس السرعه بتتغير، مره 2.2 مره 2.1 مره 2.15
إشي زي هيك، إذا بتعمل لهم أفريج ببينوا كأنهم ستيدي. تمام؟ هذا إذا كان الفلكتويشن منتظم. أما إذا كان الراندمنس عالي جدا، اللي هو بيكون عندي تيربلانس، هاي تيربلانس فلو، مش بكل سهولة ممكن أنت تعمل له بريدكشن للفلو. ما بتقدرش تنبأ كيف راح يكون شكل الفلو. تمام؟ هاي أكثر شيء صراحة بدرسوها بمواضيع الـ ايروسبيس، مواضيع الارنوتيك اللي هي كمان مواضيع الايروداينامكس، كل هاي المواضيع مهمة جدا. جريان المارين، جريان الماء حول الغواصات، جريان او الفلوريت حول السفن، هاي كلها امور كثير مهمة بدرسوها طبعا لما يعملوا ديزاين لهذه المواضيع. احنا للاسف ما بنعمل ديزاين هون، ولكن نفهم هاي المواضيع مشان احنا اذا مر علينا اي شيء في المستقبل نكون واضح فاهمين هذه القصه. شو الفرق ما بين الاولى والثانيه؟ شو برايكم؟ يلا اطلعوا، شو الفرق ما بين رايت تو ليفت؟ هاي شو هي؟ شو هاي شباب اللي شايفينه؟ دكتور انستابل، انستابل، انستدي. شوف هون عندنا زي دوامات، دوامات ومجعد شويه، فانت بتقول هاي مخربشه، هاي راندمنس، هاي غير منتظمه. تمام؟ هو ده بالفعل هذا ايش التيربلنس. لما يعملوا له تايم افريج، يعني كيف تايم افريج؟ يعني هاي لحظيا، لحظيا. تعرف مثلا كمان مره تخيل ميه في نهر جاريه امامك، لحظيا هيك الصوره. اذا بتعمل له تايم افريج، تجمع مثلا كل 2 سكند تعمل افريج، كم طلعت سرعه 2.2، اعمل لهم افريج، فبيطلع عندك بهذا الشكل. كيف يعني كمان مره تايم افريج؟ طبعا عندك اجهزه بتقيس باي ميلي سكند، مثلا في اول لحظه لحيضات، حتى مش لحظه، يعني قاس 2.1234 5 مثلا، بعدين قاس 2.034 وقاس، فبالتالي هذول بيعملوا لهم افريج. مثلا كم هذول جمعهم كلهم وقسمهم على الزمن، تمام، على البيريود او على عددهم قسمهم، بقول لك هي هذه الصوره طلعت هيك. شو عملنا لهون؟ شيء بنسميه تايم افريج. ايش تايم افريج دكتور؟ هذا الاشياء الظواهر اللي ما بتقدر تشوفها بالعين، هو انت بتشوف التايم افريج تاعها. تمام؟ بالاخص يعني انت ليش بنجيب احنا الكاميرات هاي سبيد كاميرا؟ مشان تعملنا capturing by milliseconds. تمام؟ ولكن انت شو اللي بتشوفه؟ بتشوف احيانا عده صور مع بعضها البعض. ليش؟ لانه عينك الفريمنج ريت تاع العين مش قد الفريمنج ريت تاع الكاميرا، وهذا شيء واقعي يعني. مشان هيك احيانا نلجأ للتصوير سلو ايش فوتوغرافي. فبالتالي هاي كمان مره بنقدر نربطها بالكابتشرنج تاعت العين بالضبط شو بصير. اوكي؟ طيب، في بدأوا العلماء يدرسوا هذا الموضوع، انه ظواهر كثير بتصير معنا. بالأخص زمان كان جريان المياه في الكانيلز، في الكانيل عفوا، وفي بعضهم جريان المياه في الأنهار، حركة الهواء، حركة الرياح القوية، حركة الرياح مع الأشجار، يعني حول الأشجار عفوا. شاهدوا انه مثلا بالقرب من سطح الأرض بتلاقي انه حركة رياح خفيفة جدا، اطلع مثلا طابق معين 10 طوابق بتصير سرعة رياح أعلى. فبلشوا يلاحظوا كثير ظواهر وبلشوا يدرس فيها. طبعا بالنهاية وجدوا زي ما كثير من العلماء وجد، انه توصلوا لمعلومات اللي هي خدمة البشرية، وبالأخص القطاعات المهتمة بموضوع السرعات العالية بالمواقع اللي هي زي الطيران بالضبط. تمام؟ أو السيارات. فبالتالي in most of the fluid application the viscosity plays significant role of the motion in fluid motion. هاي مهمة جدا ومعروفة، انه الفيسكوسيتي تلعب دور كبير في موضوع مين؟ حركة الموائع. هاي واضحة. ليش؟ لانه حركة المياه مش زي حركة الهواء. المياه له فيسكوسيتي اعلى من الهواء، العسل له فيسكوسيتي تايمز اعلى من مين؟ من المي والهواء. The driving force of a fluid flow is internal force through velocity and pressure effect. احيانا بنسميهم velocity pressure coupling. كيف يعني؟ شو اللي بخلي الفلو يمشي؟
فرق الضغط. تمام، فرق الضغط هو اللي بيخلي فلو معين يمشي. طيب في فلو ما معهاش فرق ضغط بس معها سرعه، اذا شو اللي اذا هي كابلينج ما بين فرق الضغط والسرعه. تمام، هي مش معها سرعه بالضبط، معها انرجي. تمام، فبالتالي هذا اللي بيصير عندنا في الخزان والحنفيه. الخزان تقول معها ارتفاع طبعا مع انرجي، لما تنزل زي ما بعض الشباب مره ناقشوني مش عارف مين سالني عن هذا الموضوع، حكى في قاع الخزان في ضغط. تمام، عارفين انه راح يكون ضغط عالي لما يخرج من الماسوره بقاع الخزان زي الاسئله اللي جبت لكم اياها، شو بيكون ضغط عالي. طب كم هذا الضغط؟ انا ما بعرفه صراحه، ولكن تقدر انت توجده باستخدام معادلات. تمام، بالاخص لما يكون عندك خارج من الخزان والديامتر محدد. تمام، طيب اذا عندك هاي بريشر، لولا وجود الهاي بريشر هون ما بتنزل المي الاسفل. اذا هي كومبينيشن ما بين الانرجي والهاي بريشر او الفيلوسيتي والبريشر، فالكومبينيشن هذا ما بينهم بخلي الموائع تعمل جريان انسيابي او جريان اضطراب او اللي بدك اياه. Therefore the driving force of a fluid flow is internal force, pressure and velocity. The viscosity of a fluid or a fluid represent the resistance of a fluid layer to the motion. هاي عارفينها من زمان من المدرسة، انه اللزوجة هي مقاومة طبقات الماء للجريان. تمام، فبالتالي all of the example oil and water, oil sorry water and honey، كثير شغلات احنا بنشوفها بحياة طبيعية. To measure the ratio between the both forces، طلع انا حكى لك اول شيء عن internal forces. اوكي، وبعديها حكى لك عن مين؟ عن الفيسكس فورس. شو الفرق ما بينهما؟ هي الانترنال فورسز او بنسميها احنا الانيرشيا فورسز، لانه السيستم معاه انيرشيا، الفلويد معاه انيرشيا. شو الفرق ما بين الاثنين؟ واحده ناتجه عن السرعه العاليه والثانيه ناتجه عن اللزوجه العاليه. تمام؟ اذا فيسكوس من الفيسكوزيتي، مقدار الفيسكوزيتي بالمعنى العام، هيك هو مقدار الفيسكوزيتي، قوه الفيسكوزيتي. طيب انيرشيا او انترنال فورس شو بتوضح عندي؟ قوه سرعه السيستم، سرعه الفلويد. وجد احد العلماء انه the ratio between these forces can be introduced and can be studied. فبالتالي حكى the ratio and viscous force is the ratio between them called Reynolds number. اذا شو هذا Reynolds number؟ معامل رينولد، هيك بالعربي بسموه. اوكي، او ما بعرف شو بالعربي، فيه له اسم ثاني بالعربي البايونير وكذا للموائع. هذا رينولد نمبر، شو بيوجد العلاقه ما بين مين مين؟ شوف اللي فوق الترم الاول، ما تقول لي يا رياضيات. الترم الاول شو في عندك؟ سرعه، كثافه، وديامتر. السرعه والكثافه والديامتر هاي تعطيني انديكيشن، طبعا ديامتر ورو معروفه، تعطيني انديكيشن على الانترنال فورس او الانيرشيا فورس. طب الانيرشيا فورس هي بسبب الفرق في الضغط، بسببين، السرعه العاليه بسبب السرعه تاعت الفلويد، مقسوم على مين؟ على الفيسكوزيتي. شيل الفيسكوزيتي، اللزوجه. اذا خلينا نتخيل الان انت بتحاول تدفع سيستم معين، تخيله زي هيك بقوة عالية بسرعة عالية وفي عندك لزوجة عالية. الريشيو ما بينهم بالطريقة اللي شايفينها بيعطيني شيء بسميه رينولدز نمبر. طيب هذا الريشيو احتمال يكون صفر، عفوا احتمال يكون، طبعا صفر ده فيش في فلو يعني ساكن زي اللي درسناه اول شابتر. احتمال يكون واحد، احتمال يكون اقل، احتمال يكون اعلى من واحد بكثير. تمام، يعني اعلى من واحد بشوي، في اعلى من واحد بكثير يعني بالملايين. طيب شو اللي بيخلي رقم مثل هذا بالملايين؟ طلع المعادله امامك. لما يكون رقم مثل رينولد نمبر بيكون بالملايين، لمن الغلبه او مين اللي اقوى؟ مين الدوميننت؟ مين اللي بتغلب؟ هل فيسكس فورس ولا الانيرشيال فورس؟
الانيرشي اعتقد الفيسكوستي بتكون واطيه جدا. تمام، يا اما الفيسكوستي بتكون قليله او السرعه عاليه جدا، وهذا اللي بيصير في الطائرات. طائرات بنعرف الفلو عالي جدا، شفتوا بحد الاسئله كان 700 تقدير انه سرعه الهواء اللي بدخل 700 تقريبا بالجت انجن او بخرج عفوا، وفي احيانا الهواء اللي بيروح حوالي الجنحان تاعت الطائره 200 150 متر بير سكند، فسرعه عاليه جدا. هون شو بنسميه؟ رينولد نمبر تاعه بيكون بالملايين، تمام؟ ولكن مش على هيك فقط، بيعتمد على اشياء كثيره. وفي احيانا اذا انا بدخل زيت جوا انبوب وبخليه يعمل فلو، بيكون الفلو بطيء جدا. فهون شو معنى السرعه قليله جدا؟ اذا لمن الغلب اليوم؟ للفيسكوزيتي. او في هذا الابلكيشن مين اللي المتفوق هون؟ الفيسكوزيتي عامل تاثير قوي، فتاثير الفيسكوزيتي اعلى من تاثير الانيرشال فورس. تمام، وضحت الفكره هون؟ تاثير الفيسكوزيتي اعلى من تاثير السرعه. تمام، هاي بالفلو اللي هي بنسميها لامينر فلو، وراح نشوف شو معنى كلمه لامينر، الانسيابيه شوي. اوكي، وهذا الفلو دائما بنشوفه في مواضيع زي ما حكينا الجريان الزيوت، الشحم، يعني مش الشحم الكامله، في بعض الاحيان الزيوت الثقيله واللي فيها يعني تقريبا اشبه للشحمه، جريان الطين. اوكي، مهم جدا جريان الطين، يعني بالاخص بالهندسه المدنيه، اوكي، بتصميم السدود، تصميم القنوات المائيه، كل هاي. اوكي، جريان الباطون، الباطون كمان الفسكوس تاعته عاليه جدا. فبالتالي كل هاي الافكار بتقيس لي اياها في شيء اسمه رينولدز نمبر. اذا رينولدز نمبر از ا ريشيو، ما تحفظ لي رو يو دي على ميو، لا، is a ratio between the inertial force and mean viscosity. Okay. إذا القوة الناتجة من سرعة المائع والبرشر تاعه مقارنة مقسومة على مين، أو براشيو لمين؟ ريشيو لقوة الفيسكوزيتي. طبعا تقول ما هي هاي مش قوة، ميو هاي مش قوة، ورو يو هاي مش قوة، مش نيوتن. لا طبعا مش نيوتن، بس هذا عبارة عن ريشيو. ولكن أنا أستطيع أن أوجد الفيسكوس فورس بكل بساطة من هذا باستخدام معادلة شير ستريس وشير فورس ورينولد فورس، عفوا نيوتن لو إذا تتذكروا. وهون بكل بساطة أستطيع أن أوجد القوة. شو اللي بيعطيني القوة؟ بكل بساطة من السرعة أوجد القوة. تمام؟ أفكار كثيرة موجودة معنا هون. طب خلينا نفصل، رو هي كثافة المائع أو الفلويد، ميو هي الدايناميك فيسكوزيتي لزوجة الماء، واليو مين هي سرعة الماء المتوسطة. يعني زي ما شفتوا انه صار فلكتشويشن، فبدنا ناخذ يو مين، او حتى في البايب في سرعات شفتوا مختلفة من هون لهون لهون، فبالتالي شو بكون يعني السرعة مختلفة، بناخذ مين فيلوسيتي. المين فيلوسيتي رح نحسبها ونشوف كم قيمتها. فهذا الرجل اللي مات امامكم يعني هو عبارة عن عالم بريطاني في نهاية القرن التاسع عشر، اشتغل كثير بهذا الموضوع في جامعة مانشستر. وما زال الجهاز اللي موجود أمامكم، هاي صور طبعا غير صورة الشخص هذا، صور موجودة أمامكم هي صور بكاميرتي. طبعا كم كانت الكاميرا هنا؟ جوز 4 ميجا ولا 3 ميجا، مش عارف 2 ميجا، أيام زمان. تمام، يعني قبل 13 سنة تقريبا، بالفعل هاي الصورة قبل 13 سنة. فبالتالي هذا الجهاز موجود في جامعة مانشستر، اوكي، وهذا الجهاز الاصلي اللي عمل عليه التجارب. اوكي، عباره عن صندوق خشبي بداخله صندوق جلاس، تمام، وفي عندك هنا زي المحقان اللي هو زي نوزل تقريبا، وفي عندك انجكتر لمين؟ للحبر. ما كانوا زمان يستخدموا مواد ليزر وش زي كذا، فبالتالي شو كان عندك؟ حبر. شو كان السائد؟ الصبغه او الحبر، ويمشيه بفلو معين ويشوف كيف بتحرك الفلو. تمام، طبعا هذا الجهاز الاصلي كمان مره وموجود ما زال في جامعه مانشستر. اوكي، الان شو اللي عمله هذا الرجل؟ طبعا هو عالم مش فقط بالفلويد، علم يعني تعرف زمان كانوا يشتغلوا باشياء كثيره.
وما زال بيتهم عبارة عن زي شكسبير وغيره متحف في بريطانيا. تمام، هذا طبعا يعني ناش نطول. أبسن رونالدز درس كثير من الظواهر، منها ظواهر العواصف formation of hailstones، تكون البرد، effects of rain and oil in inclement waves in the sea at the sea، كيف المطر والبرد ممكن ايش، and oil، الاويل هو يعني النفط او الشيء ممكن يعمل تهدئة الأمواج. The reflection of sound، يعني شوف ايش مولوش دخل وبعيد عنه. By 1880 he had become fascinated by details of mechanics of fluid motion, especially the sudden transition between direct and sinus flow, low sinusoidal, which found to occur when RE equal to 1000. هذا الريشيو لما يكون 2000 بيصبح عندي شيء اسمه transitional flow، مرحلة انتقالية. فهاي الصور، هاي رسماته، رسمها باليد، فقال لك إذا كان الفلو سرعته قليل جدا بيظل المائع ماشي زي هيك، إذا زدنا سرعة المائع قليلا بصير يمشي بالطريقة اللي شايفينها أمامه، fluctuation إيش كثيفة، إذا زدنا سرعة لشيء أعلى بصير fluctuation بطريقة معينة. فإذا هون باترن، هون راندمنس كتير مش واضحة. فبالتالي هاي الترانزيشن، من كلمة الترانزيشن، حدا بيعرف شو معنى كلمة ترانزيشن؟ انتقالي. طيب تسمع فيه كثير بالأخبار بمنطقة بقول لك إيش ترانزيشنال سيتويشن، أوكي؟ يعني وضع متغير أعتقد. متغير بشكل كبير، فبالتالي we don't need it. فمشان هيك كثير من الفلويد أبليكيشن بقول لك بدناش نيجي على هاي الأريا أو على هاي هاي الفترة اللي فيها رينولد نمبر بقدر معين أكبر من 2000 وأقل من 4000 راح نشوف حاليا. فهذا فقط للباي بفلو، لأن راح نشوف لاحقا إنه بتغير بالأخص بالهي ترانسفير. في عندك بليت فلو، فلو أوفر بليت، تمام. فهاي شو اللي بيصير عندي كمان مرة هون، الفلكتويشن عالي، جيد. هذا الفلكتويشن العالي شو بيعمل عندي، بيعمل عندي كمان مرة تيربلنت فلو، هان بشكل منتظم هون بشكل غير منتظم. رسموها طبعا، احنا طول العلم، فصاروا يرسموها بالتقنيات الموجودة امامنا ويعمل التجارب. طبعا هو مش فقط درسها اكسبرمنتال وعمل التجارب بتاعتها وعمل معادلات، وهاي المعادلات هي الاصل في برامج كتير يتم استخدامها لحد الان، وعفوا هي الأساس، كيف ما معادلة نيوتن، معادلات رينولدز. أصلاً تتذكر المعادلة اللي بلشنا فيها الشابتر الماضي شو كان اسمها؟ شو اسم المعادلة اللي اشتقينا منها الكونتينيوتي والرينولد نمبر، وعفواً برنولز إكويشن والأنجلر مومنتم، كان اسمها رينولد ترانسبورت ثيرم، رينولدز كثير. فهو اللي درس الموضوع هذا، وبعديها شايفين المعادله الكبيره هاي بلش يعملها شيء بنسميه تايم افريجنج. تايم افريجنج مع انتجريشن موضوع معقد بندرسه بالعاده في فلويد تنين او حتى في مستوى الماجستير، لانه في رياضيات كثيره، اوكي. فهاي اللي طبعا هاي الرياضيات هي الاساس، اللي اذا عمكم سمعتوا برنامج اسمه انسز، اذا شفت الصور اللي بدايه اللي درسناها هون، هاي السيميليشن كلها باستخدام هاي البرامج، هاي الصور الملونة هي عبارة عن حل معادلات رينولد ترانسبورت ثيرم للسرعة، وعفوا للماس والسرعة أو للمومنتم بثلاث أنواعها، وأحيانا للتمبرتشر. ليش بالأخص إذا كان عندي انتقال حرارة وارتفاع درجة حرارة، أوكي، أو أحيانا بالتو فيز فلو. تعرف تو فيز فلو، مرة بيكون عندك جزء فيبر، جزء ليكويد، أو جزء غاز جزء ليكويد. فهاي الفكرة الموجودة عندي في هذا الموضوع، أوكي؟ But the importance of Reynolds number is determining if the flow is laminar or turbulent depending on its value. بدنا نحدد هل المائع laminar انسيابي
أو turbulent مضطرب يعني غير منتظم. The flow has begun smooth and steady. أول ما بدأ الفلو بهذه الطريقة، هذا في مرحلة إيش؟ إذا أنا بزيد السرعة. إذا أنا ما بزيد السرعة لا خلاص steady معناته بضل على نفس السرعة. إذا أنا بزيد السرعة يعني تخيل أنت بتفتح الحنفية شوي 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 شوي، أول ما تخرج المي سموث، تفتح شوي بتصير إيش؟ تيربلنس، طرطش بالمعنى العام، يعني مش واضح لها، بالأخص لما تفتح بفلوريت عالي. فبالتالي إذا عندي begun smooth and steady laminar become fluctuating and agitated يعني مثار turbulent. The changeover is called transition to be to turbulence. أول ما يبدأ الفلو small natural disturbance damped quickly. شو ماله؟ small natural disturbance damped quickly. شو معنى disturbance؟ معيقات. تقريبا هيك disturbance بترجمه معيقات. تمام؟ أو يعني شيء غير منتظم. فبالتالي ببلش بأشياء غير منتظمة وبعديها بروح لللامينر للدام ديكوكلي، فبالتالي بنخمد بشكل كبير. هاي مين اسمها لامينر فلو. شو الترانزيشن؟ انترمن برست اوف تيربلانس. كيف بصير؟ زي انفجارات بسيطة، زي دفعات بسيطة بلسز متوسطة بتكون ايش؟ مش منتظمة. اوكي؟ مش منتظمة ومش مستمرة، يعني بيجي شوي هيك زي ما بعرفش اذا عمرك فتحت حنفية كمان مرة، مرة بيجيك خط كامل بعدين بتقطع، مرة بيجيك خط كامل بعدين بتقطع. هاي بسبب ايش؟ بسبب الانتقال من سرعة إلى سرعة. هاي بالأخص لما يكون معبي هواء. شو بالضبط؟ لما يكون معبي هواء ضغط الهواء عالي فالمية بتدفع الهواء فسرعة المي قليلة جدا، بس لما تصير كله خط متواصل ماء شو بصير عندك؟ بتروح يا أما برجع للامينر في هاي، وهاي بنسموها ريلامينرايزيشن. هاي مهمة جدا في تطبيقات الدقيقة، يعني تخيل أنت بدك تطبيقات دقيقة، يعني بقول لكم إياها بصراحة اللي هو حاليا شغالين عليه كتير البايو البايوميكانيكس أو البايوفلويد، إنه مثلاً ضخ الدماء في القلب، في القلب الاصطناعي، ضخ الدماء أو ضخ الأكسجين في الرئة. أحياناً نحتاج إشي أول ما يبلش الفلوريت بيكون عالي، بعدين بنعمل له ريمينرايزيشن، بنحوله للامينر. ليش؟ لأنه التيربلنس ممكن يسبب أذى عالي، تمام؟ والتيربلنس دائماً وين ما يوجد بيسبب لوسز عالية جداً، أوكي؟ مع انه بعض الاحيان اللامينر بسبب لوسز بس التيربلنس اداء اكبر. وهذا الحكي معروف، العشوائيه لما تكون سيارات رايحه جايه رايح ماذا يمين شمال مش عارف، هاي عشوائيه، هي العشوائيه بالضبط التيربلنس. فالعشوائيه بتعطي لوسز عالي جدا، اما اللامينر بتعطي لوسز خفيفه جدا. اوكي، وهاي راح نشوفها بطريقه معينه. فبنروح على الكونتينيوس تيربلنس. كونتينيوس تيربلنس هي مستمر بهذه الطريقة طبعا مع الزمن. شو الشرط اللي بدنا نعمله شباب؟ انه نزيد السرعة، مش فقط انه نمشي، لا انه نزيد السرعة. اوكي، يعني من ما بين واحد واثنين وثلاثة او ما بين A B و C هي زيادة السرعة فقط. طبعا احنا بنحكي على نفس البايب، على نفس مين الفلويد. دكتور بالحالة الثالثة بنضل السرعة بنزيدها مع الوقت صح؟ السرعة احنا ثابتين مع الوقت، حتى لو زدنا السرعة بصير تيربلنس بزيادة واكثر، يعني حتى توصل احتمال انه تيربلنس بشكل مش منتظم، يعني فلكتويتد بس على شكل باترن معين بيريودك. يعني اكثر شيء بالايروداينامكس كمان مرة بقدر اثبت فيها السرعة هون يعني. نعم 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 تمام. رينولدز نمبر عفوا حالك تمام بيسلم يا دكتور. الله. الآن بدنا نحكي على موضوع transition depend on many effects or many factors such a wall roughness. هاي الwall roughness مهمة جدا، ولما تدرسوا material
عمليات إنتاجية، هاي أهم شيء يعني بيعطيك الفينش تاع، بالمعنى العام احنا بنحكي الفينشينج تاع الماتيريال. لأنه إذا أنت جبت مواسير حديد أو بلاستيك الفينشينج تاع سيء جدا، معناته أنت بتعمل لوسز عالي جدا. فخلينا نكمل. يكون بالاحتكاك نعم، وعلى الوقت الاحتكاك عالي السوائل جدا 100%. معلكة السوائل. هذا كل تشابتر عليه تقريبا، راح ندرسه ان شاء الله بالتفصيل، بس بنقدم له ايش زي ستيب باي ستيب بنعمل عليه بالبين. اول شيء هذا الجزء الاول بدنا نفهم فيه رينولدز نمبر، شو عوامل بتاثر على رينولدز نمبر وهكذا. وبعديها بنيجي على شيء كامله لامينار فلو لوسز، الفريكشن لوسز باللامينار فلو. وبعدين بنيجي على بتكون السرعات عاليه، والفريكشن لوسز لما يكون عندي فيتنج داخل الانابيب، يعني مره بحط كوع، مره تي، مره يعني نزل، مره اللارجمنت اللي هي عباره عن ديفيوزر، شغلات كثير، مره محبس مي، مره ريجوليتر عفوا، مره عباره عن تشيك فالف اللي هو عباره عن ردات، بالعربي بنحكي او بالعامي بسموه ردات، وهكذا. كل هاي الاشياء عباره عن تسلسل حتى نوصل انه اذا كانت عندي شبكه مياه كامله كيف احسب الفريكشن لوسز، وبالتالي اقدر كم المضخه اللي لازم استخدمها. اوكي، اذا تعتمد على الوير رفنس، على الفلكتويشن بداخل الفلو، يعني اذا كان الفلو جاي من نهر الفلكتويشن عالي، الفلو جاي من تنك فوق السطح فيش فلو عالي، يعني فيش فلكتويشن عالي، ضل ماسورة هيك. اما الشيء الاهم is the wall roughness. Wall roughness هي بتلعب دور كبير بالترانزيشن. Turbulence can be detected mid. يعني التيربلنس لازم نعمل له ميجرمنت. كيف نعمل له ميجرمنت؟ لازم انت تشوف طريقة معينة تدرس فيها كيف هذا التيربلنس، مقدار التيربلنس. جبت انبوب ماء في الدايمتر بتاعه مثلا 2 انش 5 سم تقريبا، وجبت انبوب 10 سم 4 انش تقريبا، وشو درست معه من المواعي؟ طيب كيف بدي اقارنهم بين بعض؟ مين التيربلنس تاعه اعلى؟ لاحظتوا على رينولدز نمبر شيء معين انه هو اسمه دايمنشنلس رينولد او دايمنشنلس نمبر. اي شيء نمبر بالعاده بيكون معاه ايش؟ دايمنشنلس، يعني ما في له وحده، فهو ريشيو على ريشيو، او هو عباره عن ريشيو لا شيء على ريشيو. فبالتالي كيف بدهم يقيسوا التيربلانس؟ They measured using small sensitive instrument such as a hot wire anemometer. شو هذا بيستخدموه؟ هلا بحكي لكم فكرته. Or piezoelectric pressure transducers. تمام؟ الأسهل والأقل تكلفة الهوت واير أنوميتر والأكثر دقة. ليش؟ هذا عبارة عن هوت واير، اسمه واير. تعرفوا المصابيح القديمة التنجستون؟ بس بطل حدا يصنعها. اللمبات الحمر القديمة قبل ما تطلع لمبات الليد. النواسي. بتشوف داخلها سلك ولا لا؟ صحيح دكتور. تمام؟ هذا تقريبا زي الهوت واير. نجيب هذا السلك بنحطه بالفلو، هاي في البايب زي هيك، وبالعاده احنا بنتحكم انه وين بدي اشوف انا التيربل. فبيجي الفلو، هاي جاي الفلو ميه، هو بزبطش ميه عفوا، يعني هو ترانديوس، هو اكثر شيء يستخدم للهواء انه هذا فيه بيكون شحنات. تمام؟ فبيجي الهواء اضرب عليه، شو متوقع يصير؟ شو متوقعين؟ هواء توديه على شيء سخن، شو بصير؟ ببرده، ببرد. فهون ببرد. الآن بدنا نضلنا محافظين على درجة حرارة لهذا الهوت وير نفسه، فأنا بضطر أعطي فرق جهد V دي V. فبالتالي بناء على تزويدي في V بعرف أنا متى بيكون تيربلنس عالي. تمام؟ لأنه هون بتقيس فلكتويشن، سرعات قليلة جدا، فبالتالي بعرف بناء على V كيف مرة بدي أنا 2.1
مرة بدي 2.02 أو 0.05، بدي 0.25 وهكذا. هاي لها معادلة خاصة لازم تدرسوها أو بتدرسوها بالقياسات، إنه مثلا بعرفش إذا عندكم ويستون بريدج، قنطرة ويستون، اخذناها دكتور، اخذناها في الفيزياء بالكلية. جوز، ما بعرف شو تاخذوها بالضبط. بالفيزياء معين تمام، بالضبط. هاي بتستخدموها لقياس كل كثير من الأجهزة الموجودة عندنا بنستخدمها، لو أهمها درجة الحرارة، قياس درجة الحرارة باستخدام هاي. إذا شو ربط هنا؟ ربط الفولتية مع الفيلوسيتي مع يو باستخدام هاي المعايرات والامبليفاير، والامبليفاير اللي هو مكبر للسيجنال، مكبر للفولتج وهكذا. فبيعطيك هنا اذا بعرف انا في بعرف كم يو. تمام، فبالتالي هون انا صرت اقيس الفلكتويشن تاع السرعه. انا بقيس السرعه ولكن اكشوال انا ميجرينج ذا فلكتويشن، وبقدر اتحكم بهذا الهوت واير، ادخله جوا كثير ولا اخرجه على الطرف. تمام، ودائما وين احنا مهتمين اكثر؟ اذا قربت على السطح تحت ما راح تكون فلكتويشن عالي. ليش؟ او دفعته لحتى يوصل لهون، ليش مش متوقع يكون في فلكتويشن عالي عند السطح؟ ليش باركم؟ ليش ما في ترددات عاليه للفلو عند السطح؟ حكيناها. شو في عند السطح؟ مين اللي بيأثر أكثر عند السطح؟ أو عند السيرفيس، مين اللي له تأثير قوي؟ رفنس؟ لا لا، غير رفنس، مين؟ رفنس بس مين اللي أكثر له؟ الفيسكوزيتي. إنه هو الكومبينيشن ما بين رفنس والفيسكوزيتي. فبالتالي هون لما يكون عندك أنت الفلو جامد، بالمعنى العام أو يعني الماتيريال جامدة، تقدر تلعب فيها كثير؟ لا، ما بتقدرش تعطي فلكتويشن كثير. تمام؟ اما يعني مثلا صب زيت، هذا راح نشوفه كمان شوي، هذا صب زيت وصب ميه او كوكا كولا او اي شيء، شو بتلاحظ؟ الزيت نازل يعني زي ما تقول زي يعني زي السموث. اوكي، ليش؟ لانه الفلكتويشن مش سهل فيه، تحتاج لك قوه عاليه لتعمل فلكتويشن، فبدك سرعات عاليه لتعمل فلكتويشن بالفيسكوس فلو او بالمواعز لزجه. اما هون لا، فيش فيسكوزيتي عالية، فيش سطح، فيش انتراكشن ما بين السطح ما بين الفيسكوزيتي، فهون بقيس فلكتويشن عالي. بس دكتور عند السطح التردد بكون صفر، يعني قصدي يعني بقل كتير. قليل جدا، نعم. تمام، يسلم دكتور. لأنه أصلا السرعة بتكون صفر. على مبدأ إيش شباب؟ على مبدأ اللي أخذته بالديناميكا، إذا بتسلمني ما في انزلاق، فبالتالي الفلويد بيضل ممزق بالسطح. تمام؟ فبالتالي السرعة عند السطح بالضبط صفر. اوكي؟ على مبدأ without slipping. تمام؟ فإذا هو عبارة عن انسترومنت نستخدمه لقياس الفلكتويشن. في المية بيستخدموا البيزو الكتريكال بريشر ترانسديوسر، هذا بقيس لدرجات قليلة جدا من البريشر فلكتويشن، فبالتالي بربطوا البريشر فلكتويشن مع السرعة. تمام، طبعا بقيس البريشر، بتشوف يعني احيانا مش عارف اذا عندك شيء ديجيتال عمرك قست بريشر ديجيتال ولا شيء معين، تشوف مره بيعمل فلكتويشن، مره بيطلع مره بينزل، مره بيطلع مره بينزل، فبالتالي هذا اللي بقيسوه البريشر فلكتويشن. ومن خلاله تقريبا بدل ما اقيس الجهد الكهربائي، وهو اصلا البريشر مقيس بالجهد الكهربائي، عفوا يعني خلينا نكون دقيقين، بس بعمل لك ديسبلاي له، فبالتالي هون بتقيس الفلكتويشن تاع البريشر وبتربط البريشر مع السرعه. تمام، كيف تربط البريشر مع السرعه؟ حدا بيعرف ما هو الربط بين البريشر والسرعه؟ المساحه اللي بيخرج منها، برنولي ايكويشن، صح؟ اه تمام، برنولي ايكويشن. يلا، the flow will appear steady on average but will reveal rapid random fluctuation if turbulence is present. إذا الفلو بيظهر له ستدي، ولكن هو بالصراحة عبارة عن fluctuated إذا وجدنا فيه turbulence. If the flow is laminar، إذا كان المائع انسيابي بشكل كبير، Reynolds number تاعه قليل، there may be occasional natural disturbance damp out quickly as photo
أو الفيجر إيه، شفناها بالسابق. طب فيجر بي شو راح يصير عندي؟ Transition is occurring. There will be sharp bursts of intermittent turbulence fluctuation. يعني عبارة عن وميضات أو يعني هيك بلسز معينة من التيربلنس فلكتويشن، تمام؟ يعني بتشوف مرة واحدة كان سموث، بعدين بيجي بعدين بيجي سموث، بعدين بيجي. هذا شو لسه يعني ما صار تيربلنس، لسه ما بين التنين، ما بين تيربلنس ولا من، وهذا هو مجال مش مطلوب في التطبيقات. يعني حتى بالهيت ترانسفير بنحاول نبعد عن الترانزيشن لأنه في لوسز عالي بالترانزيشن. The increasing Reynolds number، كيف بتزيد Reynolds number؟ احنا ماشيين كمان مرة نفس المائة نفس الدايمتر، كيف بنزيد Reynolds number؟ زيد السرعة أو زيد السرعة. إذا زيادة السرعة cause a breakdown or instability of laminar of motion at a sufficient or at sufficiently Reynolds number، يعني عندك Reynolds number عالي، the flow will fluctuate continuously and is termed as fully turbulent. إذا راح يصير عندي إيش؟ fully turbulent. أوكي؟ هذا اللي راح يصير معي fully turbulent. If a transition is occurring, there will be sharp bursts of internal pressure. هاي توقع عندها الجملة. خلينا آخر واحدة شو تحكي النقطة الأخيرة. هاي أهم مهم النقطة الأخيرة. أنا كل مرة بنظل أنسى أحذف هاي المعذرة. Okay, the fluctuation typically ranging from 1 to 20% of the average speed or velocity are not strictly periodic but are random and encompass a continuous range of frequencies. فبالتالي هنا بيتم الاختلاف بشكل كبير. الآن في إعطاء كم بالضبط التيربلنس، هذه ماثماتيكس، ما بعرفش أخذته بالحساب ولا لا، شغلات زي تيجي ترسم رسمة، هاي التايم وهاي السرعة يو، تمام؟ بقول لك ارسم السرعة مرة كمان، تلاقي واحدة شادة هيك، واحدة قريبة، واحدة جوز هيك، وهكذا. احنا شو بناخذ؟ افريج. طيب الفلكتويشن كم هاي النسبة؟ انه هاي مثلا هاي قيمتها مثلا خلينا ناخذ 4.5. طب هون الافرج اصلا 4.3، اذا بتقدر تحكي 4.5 ماينس 4.3 على 4.3 كم تطلع معي؟ 0.2 على 0.34، كم هاي تقريبا؟ مش عارف احسبها، جوز اقل من 5%، مزبوط؟ مش متذكر، يعني جوز 5% اقل شيء زي هيك. طيب اذا هذه المقصود فيها. اما لما يكون عندي نقطه عاليه جدا هون تكون يعني ماكسيموم 20%، غير هيك معناته هذا fluctuation مش طبيعي وفي مشكلة، أو يعني شو صار عندي يوم أنا زدت السرعة بشكل كبير جدا، أو يعني زدت الفريكونسي، صار عندي system يعطي frequency اللي هو بنسميه إحنا لاحقا flow induced vibration اللي هو بتشوف كثير في ماسورة المية اللي جاي من البلدية بتصير تهز. أوكي، هاي بنسميها flow induced vibration. هذا إشي مختلف جدا عن اللي بنحكيه ومش راح ندرسه. اوكي، فهذا الفكره اللي موجوده معنا في التيربلانس فلو. هاي رسمه اخرى توضح لك كيف لما يزيد انا التايم، توضح لك انه كمان زايد السرعه مع التايم، يعني انا زايد السرعه بدايه نبلش صفر، كيف صارت اللامينار فلو تقريبا لا شيء فيه، ماشي بشكل بسيط جدا. اوكي، العلاقة ما بين السرعة والزمن ربما تكون شبه خطي، بعدين بلش الترانزيشن وميضات من التيربلنس، بعدين بلش التيربلنس المتواصل اللي هو هون بيكون أكثر من 4000 ريند نمبر. حط لي خطين أو ثلاثة ولا 10 خطوط تحت هاي الكلمة، لأنه كل أنواع كل نوع هاي اللي هو راوند بايب فلو، راوند بايب فلو
لا حتى هاي مش دقيقة 100% ولا هاي دقيقة 100%، هو أكثر شيء للبايب فلو المواسير اللي قطرها اللي عندها كروس سكشن دائري. فبالتالي لما تكون أقل من 2000 أو 2300 بعض الناس بيعتبروها بعض العلماء بتكون عندك لامينار فلو. أكثر من ذلك ما بين 2400 2000 عفوا 4000 عبارة عن ترانزيشنال، أكثر من 4000 شو بتكون عندي تيربلنس بيورلي تيربلنس. فلاحظ رينولد نمبر كمان مرة شو كان، أو بنعطيه بالرمز التالي عفوا شو اللي عملته أنا؟ كيف انتقلت من ميو لنيو؟ دكتور من كينيماتيك لداينامكس. نعم مزبوط مزبوط تمام؟ تمام دكتور. فبالتالي هذا القانون اللي بنستخدمه احنا لرينولد نمبر. في حدا ما مش فاهم الموضوع؟ الموضوع هو يعني زي ما تقول اكثر فهما، موضوع حلو ويعني تقريبا تقدر تتخيل فيه اللي شايفه امامك. هاي فيسكس لو رينولد نمبر لامينار فلو اللي هو على اليمين، عفوا على الشمال، اللي هو ايش هذا الشمال؟ مثلا فلو تاع ميه بس مش سرعه عاليه، او فلو زيت. ايش قايب لك؟ هاي فيسكوزيتي، هو اكثر يعني فلو تاع زيت او عسل. عمركم شفتوا هذا؟ وين؟ معصره الزيتون، روح تطلع بتلاقي فيه زي هيك. عمرك شفت هذا المنظر معصره الزيتون؟ لا. بتشوف هذا الحكي ليش؟ لانه هون فيسكوزيتي عالي. بس وين بتشوف هذا الحكي؟ ماسوره المي، فتح لك ماسوره مي بتصير مي زي هيك. هاي لو فيسكوزيتي هاي رينولد نمبر تيربلنت فلو. هاي الثانيه شو بنسميها الاولى، او العفو الاولى هاي فيسكوزيتي لو رينولد نمبر شو اسمها؟ لامينار فلو. اذا علاقه ما بين اللامينار عفوا ما بين رينولد نمبر واللزوجه علاقه عكسيه، بتزيد اللزوجه بقل رينولد نمبر، بتزيد اللزوجة عفوا بتقل اللزوجة بيرتفع رينولد نمبر. اوكي كمان مرة، حدا في عنده استفسار عن موضوع هذا قبل ما نروح نحل السؤالين؟ سؤالين بسيطاتهم تفضل. لنفرض انه بين هاي وبين هاي يعني كان ترانزيشن، كيف بتكون الطرطشة هون؟ يعني بس بتكون في شوية خفيفة، شايف اللي هون تقريبا يعني شايف جزء منه لامينر هون تقريبا، جزء منه جاي شبه لامينر وشويه فلكتشويشن، او بكون جاي لامينر بعدين مره واحده بيصير فلكتشويتد. بس تمام اسلم ايدك دكتور. الان خلينا نحل هذا السؤال. هذا السؤال عن رينولد نمبر، كيف نحسب رينولد نمبر؟ كيف نعمل معادله معينه نحسب الكريتيكال دايمتر؟ انا مثلا بديش المواعي تكون عندي هاي تيربلنس، فبالتالي بدي اياه تضلوا لامينار وهكذا. يعني هاي اكسبشنال ثينجز، او يعني ليميتيشن في الديزاين، او في بعض الاجهزه بقول لك بديش المي تكون تيربلنس، بدي اياها تكون لامينار المي هاديه كليم. اوكي اكسبت ترانزيشن رينولد نمبر فور فلو ان سيركولار بايب، حكى لك اياها از رينولد نمبر كريتيكال ايكوال 2300 for flow through 0.03 meter، يعني 3 سم diameter by at what velocity بسألك will this occur؟ فأي سرعة ممكن يحدث؟ فال air flow أو water flow، شو رأيكم؟ بدنا نشوف متى السرعة، كم السرعة اللي أعمل جريان المائع فيها للمي أو للهواء تيصير عندي critical flow، وقبل ما يوصل الكريتيكال. شو ممكن تحكي؟ احنا القانون عندنا واضح، رينولد نمبر بيساوي طيب اذا للهواء، اول شيء للهواء، وين الهواء؟ الميو تاعت الهواء وينها؟ هي الفيسكوسيتي الدنس تاعت الهواء واضحه. طيب بتصير للهواء رينولد نمبر 2300، الرو تاعت الهواء 1.3، يو تاعت الهواء كريتيكال مش معروفه، بدنا نحسبها. دي للهواء او الدايمتر اللي ماشي فيه الهواء، والميو احسب لنا كم السرعه.
كم كثافة المي حسب الرقم الأول؟ دكتور طلعت معي 1.15 تمام. تقريبا. الآن كتبنا هنا C في diameter 0.03 مقسومة على كم؟ 10 قوة سالب 3. احسب لي كم يو كريتيكال للمي. تطلع 0.00138. 0 دكتور 1 3 8 يعني تقريبا 1.4 مليمتر لكل لا دكتور، بس صار عندي خربطة دكتور غزية دكتور. اليو سي بتطلع 11.5 طلعت أول معي. وحدة أول واحدة مظبوط 1.15، الثانية تطلع 0.076. أوكي 0.076 في أحد شباب كمان طلعها، اللي هو يعني تقريبا لما 0.077 كل متر لكل سكند، اللي هو تقريبا 7.7 سنتيمتر لكل سكند. تخيل يعني سرعة قليلة جدا. أوكي هذا سرعة ما طلع لي. ليش؟ شو اللي لعب دور كبير؟ شو اللي لعب دور كبير؟ دكتور الفسكوستي، البسكوس تحت المية عالية تبعات الدنسيتي كمان. تمام رايت. شو اللي صار عندي هون؟ الهواء سرعة عالية، هون سرعة قليلة. طيب هذا الحكي شوي مش منطقي، ولا شو رأيكم؟ إحنا المي متوقع إنه اللزوجتات تكون عالية، الهواء لزوجتاته قليلة، ولكن حسب الرقم اللي معطينا إياه هون لزوجة الهواء مش قليلة، لزوجة الهواء هون عالية باللي هذا الرقم. كيف عرفنا هذا الحكي؟ احنا لو بدنا ناخذ الدنسيتي على احسب لي نيو للووتر، نيو ووتر بتساوي 10 قوه سالب 6، احسب لي نيو للاير تقسم لي 1.21 على 1.8 10 قوه سالب 5، كم تطلع معك؟ توقع 5 10 قوه سالب 6 ولا اقل، او 1.5 10 قوه سالب 6. كم تطلع النيو للهواء؟ ميو، النيو عفوا. one divided 1.8 10 قوة سالب 5. تطلع عالية 67222. شو بتقسم؟ شو بتقسم؟ لا عكس لي عكس لي المعذرة معذرة 1.8 10 قوة سالب 5 على 1.2 المعذرة معذرة، يعني عكس الرقم اللي عندك، اعمل له ريسبوكل 1.5 ضرب 10 قوة سالب 5. نعم يعني اللي توقعته 1.5 في 10 قوة سالب، فهون اللزوجة عندي طلعت أقل، هون اللزوجة عالية، هون احد انواع الفلويد اللي هو الهواء هون اللزوج تاعته عالي، فبالتالي مين اللي كسب اكثر؟ المي. المي على فلوريت قليل صار في تيربلنس، الهواء على فلوريت قليل عالي شوي اعلى منه، كم اعلى منه؟ تقريبا باضعاف، تقريبا بديش اقول 10 اضعاف، تقريبا اضرب لي هاي قسم على 1.185 على 0.7 على هذا الرقم، تقريبا اقل شيء 18 ضعف او 10 اضعاف أو 20 ضعف أفضل، مظبوط؟ أو أقل جوز. فهون 15 تقريبا دكتور 15، فبالتالي هون بيعتمد على الفيسكوسيتي. أوكي؟ فدائما الفيسكوسيتي مهمة جدا مقارنة في اللي عفوا في الدنسيتي. طيب نشوف سؤال آخر، في حد عنده أي استفسار؟
يعني دكتور هون الوتر افضل صح؟ هنا في السؤال هذا الزوج معطيك اياها، الارقام معطيك اياها، الووتر الميه لزوجته كانت اقل مقارنه بلزوجه مين؟ بلزوجه الهواء. تمام؟ طبعا هنا احنا بنحكي عن هذا لما تكون 10 قوه سالب 6 بتكون بالعاده بيور ووتر، يعني ما صافي، فيش فيه اي معادن، فيش فيه اي شوائب بالمره. اما بالاعتياد لا، المي مش يعني بيكون فيها شوائب، في بيكون معادن عاليه جدا، فهي بتزيد الفيسكوسيتي. طب نحل سؤال اخر، بدنا نشوف ديتيرمن وايدر اور كلاسيفاي اف اتس تيربلنس اور لامينر. هذا سؤال كلاسيكي وبالعاده بنجيب بالسؤال بالامتحانات اللي هي قصيره منشان تكون موضح انك فاهم المبدا تاع رينولد نمبر ولا لا. فعندك انت بايب، طبعا الطول تاعه هنا في الوقت الحالي ما بيفرق معنا، احنا بالكلاسيفيكيشن مين اللي بيفرق معنا؟ الدايمتر. هاي الدايمتر موجود، اول حاله اير فلو ب 8 متر لكل سكند، ثاني حاله معطيك ماس فلو تاعت ميه. خلينا نشوف اول حاله الدايمتر عندي كم؟ ثمانية بالعشرة أو ثمانية بالألف عفوا مليمتر، يعني باي بصغير كتير، هذا معناته بكون. فإحنا بنحكي رينولد نمبر بتساوي رو يو دي على ميو. كم رو للهواء؟ 1.21. كم يو للهواء؟ 8 نيو هون 0.08 تقسيم على 1.8 10 قوة سالب 5. احسب لي رينولد نمبر، شوف لي هل لامينر ولا مش لامينر. أربعة آلاف وثلاثمية واثنين فاصلة اثنين. 4300 2.2 يعني ألف، يعني هيك رقم؟ لا لا في صفر، أيوة فاصلة اثنين فاصلة اثنين. تمام، هذا اللي هو رقم رينولد نمبر. شو معنى تيربلنس ولا لامينار؟ أعلى من 4000، إذا هو عبارة عن تيربلنس. طيب الآن بدنا نوجد للووتر الفلوريت، ماس فلوريت عندك 0.76 لكل منت، نقسمها على 60 لتكون سكند، شو بتساوي هون؟ اوكي، كم طلع معانا اول وحده اللي هو هون؟ تطلع على 0.126 كيلو جرام لكل سكند. طيب شوف لي كيف بدنا نحسب السرعه. السرعه من القوانين اللي درستوها من قبل، رو يو في اريا اللي هو الماس فلوريت مضروب في الدنسيتي. فاذا الماس فلوريت مقسومه على مضروبه في مين؟ في الاريا. شو الاريا عندنا؟ دير بالك هاي مليمتر تربيع، رح تطلع السرعة عالية، بس احسبنا إياها تقريبا. شوف هنا ألف، يعني إذا شلنا الألف فوق بتصير 12، 12 في 4 48 على 3 12. تأكدوا من الرقم شباب 0.25. صح دكتور 0.25. 0.25 واحد متر لكل سكند. طيب هاي 0.25، إذا رينولد نمبر مباشرة بكل بساطة
11 هو سالب 3 تحت بتساوي يعني اضرب لي 0.251 مضروبه في 8 حوالي هون بتطلع كم عندنا 20 25 في 8 200 في 2008 بتطلع دكتور 2008 تربلنس ولا لامينار؟ لامينار لا ما يعرف الله كي. إذن هنا ما لش دخل في اثنين سؤالين في بعض لأنه كل واحد له فلوريت مختلف تمام؟ هنا بس نفهم الفكرة إذا نعرف نحدد دامنر ولا تيربلنس مشان في المستقبل نبني عليه شغلات ثانية فقط هذا المطلوب من هذا السؤال حد عنده أي استفسار معين؟ اي شيء بتحبوا تضيفوه لانه خلاص انتهينا هون المره الجايه نبدا بالتفصيل باللامينار فلو والفريكشن لوسز تحت اللامينار فلو حدا عنده اي استفسار لا دكتور تمام الله يعطيك العافيه يعطيكم العافيه السلام عليكم الله يعطيك العافيه دكتور